الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نستعين ونتوكل. مشاهدينا متابعينا الكرام في كل مكان، نسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بكل خير وبركة من هنا من عاصمة ميادين السباق ميدان الوثبة، حيث تحدياتنا وانطلاقاتنا في هذا الصباح، لننطلق مع الشوط الثالث للقعدان المحليات الأصايل. نسير مع حضراتكم مع المركز الأول لأتابع هملول بشعار يدن الرئاسة والظافر علي بن جميل الوهيب المتقدم والمقدم لنا هملول مع الصدارة. المركز الثاني القاد في هذه اللحظات شاهين ومنطلق بشعار يدن الرئاسة، ويتواجد المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري مقدما لنا شاهين مع المركز الثاني، بينما المركز الثالث هذا الوصول من مزعل في هذه اللحظات لسمو الشيخ دياب بن سيف آل نهيان الصادق فضل الأمين من يتابع ويراقب انطلاقة مزعل في هذه اللحظات. المركز الرابع مشاهدين الكرام وصول وانطلاق من هملول القادم مع المركز الرابع بشعار هجن الرئاسة منطلقا في هذه اللحظات ومندفعا. هنا من يتقدم الظافر علي بن جميل الوهيبي وخامس المراكز. وصول وانطلاق من الوسمي في هذه اللحظات، المنطلق في هذه اللحظات الوسمي مع سادس المراكز لمعالي الشيخ محمد بن بطيال حامد ومختار بن أحمد من يقدمه لنا في هذه اللحظات، بينما المركز السابع وصول من هجرس القادم في هذه اللحظات لسمو الشيخ زايد بن هزاع بن زايد آل نهيان ناجم بن علي الغيلق الغيلاني من يتواجد وينطلق في هذه اللحظات، بينما المركز الثامن وصول وانطلاق من رسلان القادم لسمو شيخ دياب بن سيف آل نهيان الصادق فضل الأمين في متابعة وفي مراقبة لهذا الشعار. وتاسعا شهين القادم بشعار هجن الرئاسة والمجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري مقدما لنا شهين وعاشر الأسماء. تواجد أيضا من شاهين لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم عبد الله بن سالم بن عبد الله المسافري مقدما لشاهين. هكذا النداء الأول وهكذا العشر الأسماء المتقدمين والباحثين عن الفوز وعن الناموس والانتصار. عودة إلى الصدارة، عودة إلى هملول من يتصدر وينطلق في هذه اللحظات بشعار هجن الرئاسة. يا سلام على هملول وانطلاقة هملول في هذه اللحظات بشعار هجن الرئاسة. ويتواجد الظافر علي بن جميل الوهيبي المركز الثاني أيضا هملول بشعار هجن الرئاسة، والظافر من يقود الهماليل مع المركز الأول ومع المركز الثاني. المركز الثالث وصول من شاهين في هذه اللحظات ليتقدم شاهين وينطلق شاهين مع هذا الانطلاق الممتاز والانطلاق الكبير بشعار ابن الرئاسة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. والمركز الرابع انطلاق من رسلان في هذه اللحظات لسمو شيخ دياب بن سيف آل نهيان الصادق فضل الأمين في هذه الانطلاقة وفي هذه الاندفاع الممتاز. المركز الخامس وصول من الوسمي لمعالي الشيخ محمد بن بطيال حامد مختار بن أحمد من يتابعه ومن يراقبه في هذه اللحظات. عودة إلى الصدارة، عودة إلى الانطلاق، إلى شاهين، إلى هملول.
حمل الوشهين الانطلاق رئاسي في هذه اللحظات. ما شاء الله وتبارك الرحمن، المعركة ما بين أملول وما بين شاهين ولوحة الكيلومتر الأخير، الكيل الخطير يا متابعين، شاهين وأملول، الانطلاق بشعار جن الرئاسة الكبير، بشعار جن الرئاسة الخطير، ولكن هملول مع الانطلاق، هملول مع التحدي في هذه اللحظات. ما شاء الله وتبارك الرحمن على انطلاقة هملول لينطلق في هذه الأمتار، الأمتار الأخيرة الخطيرة ما تفصلنا عن الفوز وعن الناموس. راح هملول، ولكن يواد في هذه اللحظات وصول من شاهين بشعاره جن الرئاسة. يا سلام، المجازف المجازف انطلق في هذه اللحظات بن زيتون، كل الابداع وكل الفنون مع بن زيتون. طار بوسعيد، طار، طار بوسعيد، طار للفوز، طار للناموس وللانتصار، انطلق مع هذه الأمتار. ما شاء الله ما شاء الله، سلام سلام يا الرئاسة، سلام على هذا الفوز المميز والكبير. المركز الثاني هملول لإذن الرئاسة، المركز الثالث ايضا هملول بشعار ابن الرئاسه، قدم النظافر علي بن جميل الوهيبي. المركز الرابع رسلان اللي سموه الشيخ دياب بن سيف ال نهيان الصادق فضل اليمين من قدم. والمركز الخامس وصل الوسمي لمعالي الشيخ محمد بن بطيئة الحامد ومختار بن احمد من قدم. اذا تهانينا لهجن الرئاسة وتهانينا لذلك المجازف المبدع دائما محمد بن عتيق بن زيتون المهيري على تقديم شاهين. 7 دقائق 47 ثانية بالوفاء والتمام، هكذا كان توقيت شاهين ولحظات وصوله الى خط النهاية. تهانينا والناموس. المركز الثاني كان هملول بشعار يدن الرئاسة الظافر علي بن جميل الوهيبي من قدم 7 دقائق 48 ثانية و3 أجزاء من الثانية. تانينا والناموس. بينما المركز الثالث كان هملول أيضا بشعار يدن الرئاسة الظافر علي بن جميل الوهيبي من قدم في هذه اللحظات 7 دقائق 52 ثانية بالوفاء والتمام. تانينا والناموس لجميع الأخوان الفائزين.